السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو بطولي لمجموعة من الشباب باعي الخضر في ولاية قلم، وبينما كانوا يجمعون بضاعتهم لفت انتباههم فتاة شابة وهي تجرفها الفيضانات والسيول العارمة، أين سرعوا لإنقاذها وإخراجها لبر الأمان، والحمد لله لم تصب بأي أذى. وفي سياق متصل، تم العثور على فتاة أخرى وهي جثة هامدة بعدما خرجت أمس من المدرسة وجرفتها سيول الأمطار، ودعت السلطات الأمنية والحماية المدنية كل المواطنين إلى ضرورة التزام بيوتهم والابتعاد عن الأودية والنقاط السوداء والمعروفة بتشكل الفيضانات فيها، كما ودعت